السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم مبروك؟ ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. اليوم ان شاء الله غنوجمعكم الشباكيه بطريقه سهله كيف ما تعودتوا معايا، دائما سهل وبسيط. غندير معكم جوج الاشكال ديال الشباكيه، الشباكيه العاديه ديالنا كيف كنعرفوها، وشكل ثاني ديال الدميعه اللي كتجي ساهله وراقيه في الشكل ديالها وفي المنظر ديالها. كنتمنى المبتدئات يتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش يشوفوا معايا كاع المراحل ديال الشباكيه، كيفاش المرحله ديال العجينه ديالها وديال التوراق وديال الشباك. ان شاء الله كنتمنى يكون الفيديو سهل وخفيف وظريف عليكم. شكرا لكم على المتابعه، يلاه تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير ونبدا معكم ان شاء الله بالمقادير. ان شاء الله عندي كيلو ونص ديال الدقيق، وعندي هنا كاس ديال زيت الزيتون مع الزيت العاديه مخلطه، شويه زيت زيتون والباقي زيت عاديه. عندي هنايا كاس ديال الزبده مذابه محيط من الحليب، معلقه ديال القرفه، القليل من المسكه حره. عندي هنا النكهه ديال الزهر، وعندي هنايا اللوز، عندي هنا زنجبيل المطحون، عندي هنا 150 غرام ديال زنجبيل المطحون، وعندي هنا 200 غرام ديال اللوز مطحون مزيان منيل. عندي هنا جوج معالق ديال عامرين ديال النافع، وجوج معالق كبار عامرين ديال حبه حلاوه، معلقه ديال مروزيه عفوا العطريه ديال اللحم اللي كتجي زوينه بزاف. انا دايره هنا المروزيه ديال اللحم، عرفتي كتجي رائعه. وعندي معلقه ديال القرفه، الا كنتو غديروا، انا عاد عاود قلت لكم القرفه، الا كنتو بغيتو غير القرفه بوحديتها ديروا معلقه ونص عامرين، يعني معلقه عامره ونص. انا درت معلقه قرفه عامره ومعلقه ديال المروزيه. بالنسبه لهذا الشيء اللي غنخلطوا دابا، بالنسبه للنكهه ديال الزهر والزهر وصفر بيضاء وزعفران شعره، هادو والماء هادو غنخليهم حتى الغدا ان شاء الله ونديرهم. دابا غنديروا المواد الجافه، بالنسبه للمواد الجافه غنخلطوهم مع الماده الدهنيه فقط، يعني نخلطوا هادشي كامل كيف ما كتشوفوا معايا الهضريه ديالي، شي كامل غيتخلط. انا غناخذ القصريه ديالي وغنضيف لها داك الدقيق اللي درت معكم كيلو ونص. هنا زلافه ديال اللوز منيله وداك زلافه ديال الزنجلان، كيف قلت لكم 200 غرام ديال اللوز و 150 غرام ديال الزنجلان. هنا عندي الملحه، عندي هنايا هنا درت المسكه حره حتى نغربلها. دايما كندير هاد الصفايه ديال رقيقه بزاف باش هكذا اي حاجه كتغربل مزيان باش ما كتقطعش لينا العجينه. نتوما عارفين اي حاجه تقطع لينا العجينه ملي كنكونو كنديروها في الوراقه، اما انك تو تخدمها بالمدلك يعني خا تكون شي حاجه شويه دايره ما ماشي مشكل. صافي هنا غربلت العطريه ديال الحوت والقرفه ومسكه حره، هنا حتى النافع حتى هو غربلته بهاد الصفايه هذه باش يهبط لي يعني الرطب ما يكونش حرش، النافع وحبه حلاوه. صافي هنا بعد ما درت المواد كاملين دابا غنخدمو مزيان، نخلطهم مزيان بس نزيد الماده الدهنيه، كاس ديال الزبده، كاس ديال الزيت، خلط ونخلط مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم باش تفيك يتلبس بديك الماده الدهنيه. صافي هنا كنحاول نلبس الدقيق كامل، نضيف عليها هنا زعفران درتو مع الماء، كاس ديال الماء، كاس وربع ديال الماء، كاس ديال العنبه وربع ديال الماء. غناخد ربع كاس ديال الخل، ربع كاس ديال الخل كتشوفوا، نحاول نكون زعفران، وعندي المزهر قلت لكم المزهر هنا صفر صفر بيضاء، وعندي داك النكهة ديال الزهر وخناقة. جبت كاس ديال العنبة،
ديال الماء الزهر. هادشي هذا غنفيه، نزيد واحد شويه زهر، هاد شويه هادشي غنفيه مزيان، غندفيه ونرجع معاكم ان شاء الله. خليت داك الخليط كيدفى، غناخذ عندي هنايا غناخذ خميره ديال الحلوه عندي داك صفر بيضة، عندي صفر بيضة، بعد ما درت داك صفر بيضة غناخد النكهة ديال الزهر ونخدمها واحد شوية، واحد شوية تقدر تستغنو على هاد النكهة، أنا بغيت ندير منها شوية لأنها زوينة بزاف. صافي وغنبدا نعجن. صافي هنايا بعد ما دفى غنخلط هاد كي كتشوفو هنايا، وغنبدا نضيف شوية، وأنا كنضيف وكنخلط وكنشوف. تقدروا تعوضوا الدويمه ديال تعوضوا الزعفران بالدويمه ديال الزعفران اولا بالملون. حاول نجمعها نزيد، انا كنت كيدير ديك الشرب ولكن لا، انا عندي ما بين الماء والزهر عندي تقريبا جوج كيسان، يعني كاس ديال الماء زهر وكاس ديال الماء وربع كاس ديال الخل، لا بارك الله فيك. وحنا نشوفوا بلينا الدقيق مازال ما جا نزيدو الماء، ولكن نحاول معاه لان العجينه خاصها ديال الشرب كتبقى راسها. نزيد داك الفلفل اللي عندي دابا نشوف، بالنسبة لي أنا غنزيد شوية المزهر وندير الماء، شوية المزهر والماء. هنا بالنسبة لك داك الزعفران درت فيه مزال كاس الماء، غنخلط مع شوية الزهر وغندير وغنشوف غير بشوية. بعدين تاني شوية خاصة شوية الماء، نزيد خاص واحد شوية، أنا قسمت على جوج باش نحاول نجمعها، راه غتكون خاصها ولكن هاذي شوية صعيبة ليه، غترتاح وغتدخل النشاط. داك الكاس الأخر لي درت معاكم ها هو بقى منو هادشي مكملتوش، شتي صافي نحيد هادشي هدا نكملها بليك. ديك شويه ديك شويه غير باش تجنح باش تجنسو مع بعضياتو، نقصتي هنا كدا جوج باش تجيني شويه تجيني سهله. هاد ليك هنا كيف كتشوفو ها هي، ها الطرف الاخر تاهو عندي طوب. صافي ورجعنا. هنا بعد ما ارتاحت العجينه ديالي، انا جبت هاد العجينه من البلاستيكه
نسرح العجينه هذه مرتاحه تنقطها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا العجينه كيفاش ناجحه يعني كتجي يعني غزاله كيف كتشوفوا بحكدا نقطعها ملي غنخليها ترتاح انا ما خليتهاش ترتاح قبل تقطعها بحكدا نسرح مزيان ترققها هنا بعد ما سرحتها نشدها ونثنيها هكذا ماشي مشكل تخطات لكم هكذا راه ماشي مشكل دائما حنا كنسرحو يعني هذه هي السر ديال الجعاب ديال الشباكيه اننا كنخدموها باش تساوي شوفوا بحال كدرتها هذا الشكل هذا غنكمل كاع العجينه اللي عندي بها نفس الطريقه وغنرجع معكم نروح لنفس الطريقة مربعات صغار مربعات كبار ماشي مشكل هنا بعد ما سرحت الاخت ديالي العجينه ها هي قطعت بالقطاعه هنا كنشبك لكم شبك هاي التشبيكه ديالي شتو كنشبككم بهذه الطريقه كتجي ساهله و يعني انا درت بهاد الجراره هادي باش خدمت تقدروا تخدموا بالجراره العاديه كتتورقوا العجينه انا ورقت لكم هنايا غير بالمدلك باش تشوفوا الطريقه تقدروا تديروها بالورقه واش ما بغيتوا انا درت هنايا بالمدلك باش نخدم لكم الشبكيه صافي هنايا ورقتها غنقطع لكم بالجراره عاديه باش تشوفوا يعني كتجي حتى هي زوينه حلوه صافي بغيتي ديروا الجميعها حتى هي يعني تشيكم الشكل ديالها كبير هنا كنقصوا هاد العجينه هادي غنقصوها باش ما تكونش كبيره بزاف ها هي شوف الشكل ديالها كي كيجي كتجي رائعه في المنظر ديالها ملي كتقلى راه كيتفرقوا هادو يعني ما كيبقاوش هكا دايرين على بعضياتهم نعمل معكم واحده اخرى عاوتاني شكل ديال الدمعه اما بالوراقه راه تقدروا تديروا عجينه في الوراقه كتمشي هكا ها هي الجنب هذا التحتاني ها هو نمشيو كنحط صبعي وندير الدورة الثانية ونمشي الدورة الثالثة هاي يعني ساهلة وكنحيدو هاد الفائض ديال العجين وكنقبضوها مزيان هكا هاد الشكل ديالها شتو كي كتجي كيجي الشكل ديالها راقي وزوين تقدرو ديروها بلوزة أولا ديرو بريضة أولا ديرو أي حاجة هاهو الشكل ديالها هاهوما التشكيلات ديال الشباكية لي صايبنا بالوراقة ولي صايبت بالجرارة عادية هادو هما التشكيلات هادو صافي نكمل هكا حتى نسالي كاع الكمية لي عندي هنا هكا غنعاود ليهم التشبيكة حيت مكيبوش
نزيد ندير الملح واش تحب. خليت الشباكيه ديالي باتت، ها هي كيف كتشوف الشكل ديالها نشفات مزيان. ها هي الدميعة، هنا عندي العسل اللي كتوجدت معكم ديجا قبل، ها وحيت من رحيت من داك الليمون والحامض. هنا العسل الزيت ديالي بعد ما سخنات ووجدت الماتيريال ديالي كامل وجدته، صافي هنا الزيت سخنات غنبدا نقلي معكم الشباكيه. انا درت هاد المقله واسعه باش تعطيني الراحه في القلي. صافي درت حط الشباكيه ديالي نستفاها بهكذا. هي صراحه ملي كتكون بيته كتعطيكم الضوء، يعني كتجيكم قابطه في راسها، يعني كتحافظ على الشكل ديالها في القلي. صافي نبقى نحط الرطوبه مع الزيت. انا كندير هاد العدد ديال الشوا هو باش نقلب به الشباكيه. صراحه حاولوا دغيا شو الزيت هي سخنات شتي، حاولوا دغيا تقلبوا الشباكيه دغيا كتحمر. ها هي كنبقى هنا نقلب. انا صراحه هاد العود ديال الشوا كيساعدني انا نقلب الشباكيه. صافي هنايا كنبقى نقلبها. انا حاولت ما امكن نسرع لكم شويه الفيديو لانه جات طويل بزاف، رجعت فيه تقريبا 40 دقيقه فاش بديت كنعطيكم التفاصيل كامله داكشي بايطاب ايطاب، ولكن جا الفيديو طويل بزاف. صافي هنايا بعد ما تقلت القليه الاولى هي كنحيدها وغنديرها في العسل ديالي، كنسقطرها من الزيت وغنديرها في العسل باش تعسل. كتشوفوا كتجي زوينه بزاف. صافي هنا غنبدا نقلب معكم الدميعه. ها هي تاهي العسل، هنا الزيت سخنات خاصني نبدا نقلب فيها شويه. هذه الشكل ديالي بعد ما ساليتها، هذا الشكل ديال الدميعه اللي درت معكم. نحط الدميعه ديالي كتقلى، كيف كتشوفوا شو كندير في الزيت كدا تحل، كتجي رائعه بزاف. الشكل ديالها راقي، انا صراحه بزاف اللي كيعرف شي شبكه كيدير هاد الشبكه هادي ديال الدمعه كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا زوقت لكم هنايا بزاف ديال الابيض في الشناب، غير واحد جوج زوقتو نشوف الشكل ديالها هنايا، وخليتها هكذا باش تبان الديكور ديالها. ودرت عليها هاد الورد البلدي، ماشي الورد ديال الزين ديال الحلويات، الورد البلدي يعني بقاو في الاصاله والمعصره ديالنا. المهم وهذه هي الشبكه ديالنا، كتجي زوينه بزاف ومعلكه وكتجي لذيذه، كتجي معلكه وتجي شاربه العسل كيف كتشوفوا. هادي اللوز كتجي لذيذة بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي غزالة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. ولا عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى ديال القناة ديالي ما تنساوليش من لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. كنتمنى تجربوا هاد الشباكية، هادي كتجي لذيذة لذيذة وناجحة من اول مرة ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم على المتابعة، خليتكم على خير، تسلم عليكم ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. سلام عليكم.